تلقائيا هذه حركه يعني خرجت بسبب غياب التنظيمات الحقيقيه التي تمثلها وايجاد الحلول لهذا القطاع ديالنا الذي يعيش على الافلاس وعلى ويتجه في الطريق المسدود. اذا جاء واحد القطاع اللي هو عشوائي الذي ينتج واحد الخبز فاسد مضر بصحه المستهلك وفي نفس واصبح ينتشر كمار في الهشيم في غياب اي تدخل الجهات المعنيه او الجهات السلطه، مع العلم ان الخبز له قواعد ديالو خصو يتخدم، خصو تكون فيه بيت النار اللي هي بالمعايير ديال 200 250 300 درجه حراريه مخزنه، ماشي 80 ولا 100 ولا 120 على باللهيب ديال الشاليمو. اذا الخبز فاسد وفيه الرطوبه ومضر بصحه المستهلك، وفي نفس الوقت هذا الخبز هذا القطاع هذا العشوائي الذي يزحف على القطاع الحقيقي اللي هو كيصنع الخبز الجيد ويسبب له الاغلاق والافساد، الى درجه ان مستقبلا المغاربه ما غاديش يبقاو الخبز الجيد ياكلوه بسبب هذه الظاهره ديال هاد العشوائي. ثم عندنا واحد المجموعه ديال المطالب بما فيها الدعم للجهات للوزاره الوصيه اللي هي وزاره الفلاحه، هي اللي كتكوى في واحد المجموعه ديال الشركاء اللي هما تحت واحد سلسله بمهنيه كتسمى لافياك، وهذوك الشركاء فيهم المجمعين فيهم المخزنين فيهم المستوردين فيهم المطاحين فيهم الفلاحين، كلهم كيستافدوا الا القطاع ديال المخابز ما كيستافد حتى شي حاجه. واكثر من ذلك كيجي الوزير باتياس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي ديال الحكومه يعلن ويقول ان القطاع يدعم ان القطاع يدعم ب 50 مليار شهريا، ثم يضيف ان كل خبزه تدعم بدرهم، مع العلم ان احنا هذا الدعم هذا ما عمر رشناه وما عمر جانا، وحنا كنمشيو غير في الافلاس وفي الطريق المسدود. اذا من هذا المنبر نطالب فتح تحقيق في هذا الدعم ومراجعه هذا الدعم والجهه اللي كتسدنا الدعم والطريقه اللي كيستافدوا بها هذا الدعم، ويكون واحد الحوار جاد ومسؤول مع الجهات اللي كتعيش مشاكل القطاع، ماشي مع الناس اللي كيجيو يتصوروا ويصلحوا تصليحات خشبيه ويمشيو حالهم. اذا حنا الحوار يجب ان يكون مع المهنيين ومع القطاع الحق ومع القطاع اللي هو كيبدلوا هذا التسلل الان هما متضررين. ثم عند الضرائب يجب اعفاء القطاع من المستحقات ديال الضرائب، لان هاد الناس مابقاش عندهم باش يخلطوا حتى ما ياكلوا، وهاد الناس كيعيشوا في الافلاس، وهاد الناس اللي باقيين خدامين راهم خدامين، راه كل واحد مديون وكل واحد الحاله ديالو كيعلم بها غير الله. اليوم جينا كمهنيين بدون اي خلفيات، اليوم جينا كفاعلين اقتصاديين كاصحاب مقاولات كناس مستثمرين اللي اليوم كنشوفوا الاستثمار ديالنا غادي في الهاويه، ما قادرينش نجددوا الاستثمار. واش ما يمكنش واحد الاستثمار كيدوز 10 سنين ما قادرينش نجددوه؟ علاش؟ لان لقينا ما بقيناش كنربحوا، ما بقيناش كنقدروا نؤديوا الالتزامات ديالنا لا في الضرائب لا المصاريف ديال العمال لا مصاريف النظافه لا مصاريف الصيانه، كلشي هادشي مصاريف كيتقام في هذيك الخبزه. واش ما يمكنش عباد الله خبزه ديال 24 ريال غتأدي لك كاع هاد المصاريف هادو؟ الخميره اليوم شفناها ضربت ثلاثه الثمن ديالها، كذلك التعريفه ديال الكهرباء. حنا واش حنا بحالنا عندنا نظام الاشطر؟ واش حنا مقاوله صناعيه؟ خاصنا الشطر الاول هو اللي تحسب علينا في الفاتوره ديال الكهرباء، ماشي كنوليو كنمشيو للشطر الثالث. حنا راه ماشي ديور، حنا راه مقاوله كيخصنا نربحوا ماشي خصنا نخسروا. اليوم راه جميع المخابز اليوم راه سدوا المقاولات ديالهم، واليوم ما كنلقاوش واحد الجهه اللي كتسمع لهاد المظالم ديالنا. هاد الظلم اللي لقيناه اليوم غير ما كنتاسفوا ليه، لان اليوم جينا لوزاره الفلاحه باش نوصلوا هاد الميساج، ولقينا واحد المنع باش نقدموا المطالب ديالنا. كنطلبوا اليوم قانون تنظيمي للقطاع ديال مهنه الخبز. الخبز راه هو المادة الأكثر استهلاكا على طاولة المغاربة، الخبز هو اللي خصو يتقنن. التغذية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتغذية ونحن تحت المجهر، يعني جميع المنظمات العالمية راه مسلطين الضوء علينا، بغينا ننظموا كأس العالم. كيفاش بغينا ننظموا كأس العالم وحنا كناخذوا خبز فوق الكرارس؟
واليوم ملي غنمشيو حنايا ملي ما غنبقاوش ملي غنمشيو فحالنا راه غادي تهجم علينا اوروبا غادي تهجم علينا امريكا غتهجم علينا المانيا ونوليو تناكلو الخبز اللي في السلوفان غنولينا الخبز ديال الطوست واش الخبز ديال الطوست غنمشيو ناكلو به الطاجين واش الخبز ديال الطوست هو اللي غادي ناكلو به الماكله ديالنا نحميو المقاوله المواطنه اللي اليوم هذا اخر ناقص خطر كنضربوه اليوم لان راه ما بقيناش بزاف في المغرب زامونا مع اليوم العالمي الخبز قرروا يعني العاملون في قطاع المخابز والحلويات انهم يعني يديروا واحد الوقفه رمزيه بواحد المجموعه مشكله يعني كتمثل جميع اقاليم المملكه راه كتشوفونا حاضره يعني من جميع الجهات من درعا تفيلات ومن الشرق ومن الشمال ومن الجنوب ومن الوسط يعني من اجل ايصال الصوت ديالهم والتعبير على التدمر ديالهم على الحاله اللي وصل لها القطاع اكيد هناك اكراهات كبيره اكيد ان هناك يعني المعاناه كبيره ديال المهنيين الارتفاع المهول والمستمر ديال المواد الاوليه مطالبون بالحفاظ على القدره الشرائيه ديال المواطنين ومطالبون بالحفاظ على واحد الثمن يعني ما خاصوش يفوت واحد القياس ولا واحد الثمن مرجعي ولكن في المقابل مطالبون يعني بتاديات يعني التكاليف الاجتماعيه ديال العمال تاديات الضرائب ولكن مع ذلك كنجيو في نفس الوقت وكنلقاو بان واحد القطاع غير مهيكل يشتغل في عشوائيه في محلات يعني بدون حتى الترخيص الاداري ومع ذلك يعني يعامل بكل اريحيه ويعني تعطاه بحال افضليه ما عرفتش انا علاش يعني حتى كتجي يعني اللجان تزور المراكز المخابز المرخصه ولا تزور حتى العشوائيه يعني احنا لا نطالب اكثر من اننا يعطانا حقنا اللي كيتعطى لجميع المقاولات العامله في جميع القطاعات الانتاجيه الوطنيه وهو اننا كقطاع مستثمر كيوفر مناصب الشغل كيوفر يعني واحد رقم معاملات كبير فمن حقه انه تعطى واحد الفرص ديال التاهيل شانه شان باقي القطاع الاخرى فقط شكرا وقفه عندكم امام الوزاره ديال الفلاحه اكيد الوقفه كانت مبرمجه امام وزاره الفلاحه لان للمكان رمزيته فالوزاره الفلاحه كتعتبر هي الوزاره الوصيه ولكن اكيد انه حنا احتراما يعني الامن والاستقرار ديال البلاد يعني الناس اللي مشرفين على الامن قال لك بانه هذا المكان لا ما يمكنش توقفوا فيه وقفوا امام البر ما فحنا جينا وقفنا المهم عندنا ماشي هو واش نوقفوا ولا باغي نديروا الفوضى ولا المهم هو اننا خاص الصوت ديالنا يوصل لان المهني عيا من الانتظاريه وعيا من الجرجر كما كنقولوا وعيا من هذا القطاع ديال الغير المهيكل شكرا